أيو الشباب، السلام عليكم. معكم أخوكم معاذ أو عستيكو، حلقة السابعة أنا ما أظن، ما نسيان. المهم حلقة جديدة من لعبة أوجن إز هوب. أول شيء شفت دعم كتير على الحلقة الماضية أنه رجعنا للسلسلة، فيعطيكم العافية، وكمان تعليقاتكم الحلوة من اللي مثلكم، فيعطيكم العافية على الدعم والكلام الحلو. مثل كمان ما طلبتوا، رح نسابق الحلقة هي نشتغل الشغلة الثانية اللي انتلكن عليها بالحلقة الماضية. انتلكن بالحلقة الماضية نروح على هاي المكان، هذا هو نوصل مثل البضاعة أو صناديق. فعلى ما أظن هلأ أنا ما بعرف وين وصلهم، فهلأ رح أروح على هذا المكان وشوف وين وصلهم، بأي مكان. يمكن يعني نوصلهم من هذا المكان مثلا لهذا المكان، ولا يعني نفس الأماكن، يعني على ما أظن نوصل الصناديق هدول. فيلا خلينا نبدأ، بسم الله. بس أول شيء نشوف الأكل. الأكل بدنا أكل عندي. أوكي، معي تنتين تونة. تونة هي ولا مو تونة ما بعرف شو هي، بس المهم إنه معنا أكل. فيلا خلينا نروح، بسم الله. أطلع علامة على هي القريبة، ما في غيرها قريبة. أوه محتاجين بنزين، محتاجين بنزين. طيب طيب، وين في بنزين؟ قدام. أوكي في قدام بنزين. طبعا اللعبة لسه ما فيها مودات، يعني مثلا مثل مود إنه مثلا شلون بدي لكم، مود المصاري مثلا ما بيعطيك مصاري، ما فيها مودات. مود إنه تصليح السيارة أو تعبئة السيارة بنزين، يعني مودات ما فيها لسه. أنا ما أظن ما رح يضيفوا، لأنه ما بعرف اللعبة هي غريبة شوي. وكمان ما بعرف هالمعلومة قديمة عندي، بس ما بعرف إذا موجودة عندكم ولا لا، إنه في إلها نسخة على الجوال، فاللي ما عنده إياها على البي سي بيقدر يلعبها على الجوال. فخلينا نشتري هلا بنزين. ولا معي، نشوف معي بنزين من بالشنطة. لا والله ما معي. طيب اشتري معناته. اوكي اشتريت. وين هون؟ يمكن لازم اخذهم من هون. ايوه مزبوط. تيك اول ولا فيل؟ نعبيهم يلا كلهم بالسيارة. طيب يلا بسم الله. اوكي تعبت السيارة بنزين، وكأنه هنا مبنى جديد، كأنه هنا مبنى جديد كان، ولا ما ادري والله الصراحه. يمكن ميكانيكي لانه شايف برا. خلينا نشوفه بعدين ان شاء الله. ولا مو لا تبع السيارات. ايه تذكرته تبع السيارات. طيب خلينا نوصل عند النقطه هاي او المكان وبرجع لكم. اوكي يا شباب وصلنا، هذا هو المكان. طيب خلينا نشوف البضاعه هدول. في عندي اربعه، خليني نجرب مثلا على هي. ايوه wrong vehicle size for the load for this load. اوه يعني نحتاجين شو اسمه سيارة اكبر مشان تحمل هالبضاعة هي. طيب الثانية ما بتصير يا زلمة، نجرب هي بالله. ايوه اوكي اوكي حلو. طيب مكتوب جوات الصندوق هاد في electrical cable، شو اسمه كابلات كهرباء، نوديه على وير هاوس ات بير. والله والله بعيد، يعني وين ورجيني. اي ريكو ريكو هون بير، اللي هو الصندوق او شو اسمه المخزن هون. والله مشوار كله سيدة هيك. اوكي ما في مشكلة. والمصاري او الربح راح يكون 1172. طيب اوكي نكبس شو، نكبس السلاش. اوه يا سلام، حلو حلو حلو. معناتها لازم يكون عندنا سيارة اكبر مشان نقدر نحمل حمولات اكبر. اوكي اوكي حلو. بس ديك والله حلوة حملة الصناديق. طبعا طلعت لي علامة لحالها لونها برتقالية. طلع لي شو اسمه وقت، ليش حبيبي يا حبيبي طلع لي وقت، معناتها لازم اوصل قبل هذا الوقت. طيب كمان طالع لي الكونديشن او مثل يعني صحة الصندوق، اتضرر ما اتضرر، قديش ضرره. هلا ساعته 100% ما اتضرر ابدا. يمكن تي هي على ما اظن ايوه اوكي بيظهر العلامة. طيب معناته خليني اوصل يا شباب على المكان وبرجع لكم. خلينا نشوف كم صندوق بنقدر نوصل وكم نربح، بس ما بدي اياهم بعاد انا مثل هي، على الاقل يكون بالنص مثلا ولا شيء. فعلى العموم هلا رح نجرب
بس اوصل برجع لكم. اوكي اوكي يا شباب، وصلنا ما اظن. وات شو المكان؟ اوه مثل المينا شكله. ايه والله والله رهيب المكان، والله رهيب المكان مثل المينا شكله. يا سلام حلو. طيب بس وين بدي انزل الصندوق انا؟ هون بعد المكان. شو مكتوب تحت؟ كارغو انلودينج. اوكي تمام، هون تنزيل. معلم لا تنزل على البحر، تنزيل بهذا المكان. طيب ستوب تو انلود بريس سلاش. اوكي 1072 حلوين، وصلنا 1270 1072. طيب خلينا نشوف هون ما في صناديق. طيب بلا ما اروح مشوار، والله بعيد مشوار، خلينا نشوف يمكن هنيك في، انا ما اظن، ان شاء الله يكون في، لانه مشوار انه نروح على نفس المكان او مكان تاني مشان نجيب حمولة. في صناديق هون. ايوه اي أيوة والله شكله ليكو موجود. اوكي اوكي حلو. والله ليك الصندوق هذا كبير، 4 صناديق هون، 4 صناديق هذول. بس هذول ما اكيد ما بقدر اخذهم، مستحيل بقدر اخذهم. خلينا نجرب، والله نجرب. صندوقين ما قدرنا ناخذهم، فاربعه كمان ما اظن. اي رونج فيكل سايز. طيب ناخذ واحد من هذول. طيب دقيقه خلينا نشوف. وير هاوس ات كاري. طيب وين هي كاري؟ كاري كاري وين كاري؟ وين كاري؟ معلني ما يعرفان وين هي كاري يا شباب، وشلون بدي اوصلها. المهم هو بيعطيني علامة، المهم بيعطيني علامة، بس شوف 659، فخليني نشوف احسن منها. اوه 1256 هذا وين؟ بالم بيتش. طيب وين هذا بالم بيتش؟ اوكي بالم بيتش، اوكي مو بعيد، حلو ليكو هون هذا المكان. تمام نطلع هيك ونكمل هالسيدة على اطراف المدينة. طيب اوكي حلو حلو حلو، والسعر عالي زيادة، احسن من اللي قبله. اللي قبله ابعد والسعر ارخص، فهذا السعر اعلى والمكان قريب. طيب اوكي هات هات هات، يلا بسم الله يلا ننطلق، لازم تفكر بالبزنس. طيب راح وصل على المكان يا شباب ونشوف كم بصير معنا. انا ما اظن هلا بصير معنا فوق ال 19000. وين راح انا؟ ورا ورا حبيبي ورا. طبعا يا شباب انا هلا عم صور هالاشياء هي، اللي اول شيء اللي ما بيعرف اللعبه شلون يجيب مصاري اول شغله، وتاني شغله مشان انا اتعلم على اللعبه وشوف شو فيها، مشان المشاهد الجديد او اللي بيعرف اللي متعرف على اللعبه جديد يتعلم عليها او يعرفها. فيعني شغله انه ورجيكم الشغل او الوظائف، هي هي يعني هي الفائده تبعها. اما هذا الشغل انا هلا اللي عم ساويه خلف الكواليس، بس بصور حلقه واحده عنه مشان نجمع مشان الحلقات القادمه. اوكي وصلت عند المستودع اللي بعده، نزل هون. اعطينا 1200 ومدري كم. اوكي سلاش 1256 تمام. يلا مو بيان شي لل 20000، بيان 300 او 250. ول ما بقدر احمل ولا وحده من هدول يا حبيبي، انا المشكله. كلهم كبار هدول. جرب هاي بالله يا اخي، والله بتقعد، والله بتقعد. ليش شلون يعني؟ اذا مثلا اذا عدلت السيارة شوي تمام، والله بيعدوا يا اخي. اوكي طويل طويل، اوكي ما بيعد معناتها الصندوق اللي تحت طويل. طيب معناتها خلينا نروح على مستودع تاني، نرجع على المستودع تبع المينا، ما في غيره قريب. اوكي خلينا نرجع المستودع تبع المينا ونشوف صناديق زيادة او حمولات زيادة. عندي بنزين، لازم نشوفنا محطة قبل ما نقطع. اوكي في محطة قدام. اوكي هاي المحطة، طفي لشوف. طيب اول شي خليني نشوف شيك على المحرك. اوكي المحرك نصه، يلا حط هاي، يلا استعمال حبيبنا. شلون بدي استعملها؟
او لازم يكون لونه احمر يعني ولا شو، ما ادري والله. المهم خليني اجيب بنزين 11 30. يلا فيلم على النيم. اوكي هو زاد 4. هاتون. اوكي تمام. طيب يلا خلينا نكمل. صارت السيارة فل بنزين. اوكي يا شباب رجعنا عند المينا. خلينا نشوف حمولة ثالثة. نروح على اليمين. خليني اشوف في الاخيرة انه هي الثانية 600، بس خليني اشوف الاخيرة كم هي معلم. اوكي 1444. حلو، وكمان نفس المستودع. حلو حلو، معناتها نفس المستودع. يمكن هلا اروح على هالمستودع نفسه وما الاقي حمولة احملها زيادة، فبعد ما وصلها يمكن نروح على مستودع تاني اللي هو هاد. او في واحد هون، في واحد هون، شو رايكم نروح عليه؟ طيب ليكون هي كواري تبع هال الحمولة هي الصغيرة التانية، يمكن هي تبعها. انا خايف اخدها تكون بعيدة. شوف مكتوب وير هاوس ات كواري، فعلى ما اظن هي هاد المكان اللي هو كواري. شوف ما عليه اسم، مو حاطين عليه اسم، مدري ليش. خليني اخدها، خليني شو اسمه بس مشان اتاكد من الاماكن واعرفها. هات يلا كواري. وين كواري؟ ما بطلع لي هون. اوه لا اوكي، ليك طلعت لي العلامه اي هي. والله توقعت انه هي هي كواري. طيب معناتها خليني اروح على كواري. هنيك نشوف الصناديق جديده ونشوف الاسعار كمان. افتح افتح. طيب هذا هي كواري مو بعيده، مشان هيك يعني 600. حتى بالم بيتش مو بعيدة يعني، بس مدري حسب ال حسب داخل الصندوق على ما اظن. خلينا نقطع الطريق هيك نجرب. روح نجرب هيك نقطع الطريق. وح لا 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 يا حبيبي. اوكي اوكي في نزلة. اوكي الحمد لله. والله توقعت انه يكون في جبل ما بقدر اطلع له بعدين مشكلة. طيب هاي وصلنا. اوكي سهلة، في 3 صناديق حلوين. نزل هذا اللي هون اول شي سلاش. تمام خليني نشوف هدول الصناديق الثلاثة. شوف ان واحد واحد جلاس. قوله جلاس، هي فيها ازاز هي. طيب نوديها على ماونت فيو. وين هي ماونت فيو؟ اوكي هون، هون ما في. اوكي في مستودع بلا ليك. طيب ماونت فيو 1082. اللي بعده، اللي بعده كمان ماونت فيو، كمان الثانية ماونتن فيو بس 965. هلي ولي على ما اظن، على ما اظن مثل ما قلت لكم يمكن حسب الحمولة او داخل الصندوق شو في موجود بيختلف السعر. طيب هون فلور ارضيات كمان ماونتن فيو، معناتها خليني اخذ الاخيرة. السيارة صار المحرك تبعها برتقالي تحت. يا حبيبي على المشكلة، خليني اخذ هي. اوكي تمام خليني اروح على ماونت فيو. كلهم على ماونتن فيو، ماونتن فيو بس مختلف الاسعار على حسب الحموله. الله عرفنا شغله، عرفنا شغله ما في مشكله. خليني اوقف شوي اصلح السياره او محرك السياره. نعمل هيك مثلا، شلون نصلحها؟ والله نسيان شلون نصلحها. والله مو هيك، انا ما اظن هيك يا اخي، ولا لازم نطلع هيك مثلا ولا شيء. ما في يوز. طيب ما ادري والله، ما بعرف. هلا بروح عند الميكانيكي بصلحها. ما اظن بالماونتن فيو في ميكانيكي. اوكي يا شباب وصلنا عند الاخيره. لازم نروح صلح سياره، والله خايف تخرب معي بالطريق. نزل هي 1082. اوكي حلوين. طيب لازم نصلح السيارة، لازم نصلح السيارة. خليني نشوف ميكانيكي او اوكي الميكانيكي ليكو مو بعيد، مو بعيد. حلو حلو، انا تروح على اليمين. ما عم تشتغل السيارة بسرعة صوري. فخليني اكمل سيدي عند الميكانيكي مشان نصلح السيارة. ما بعرف التولز اللي معي ما عم تشتغل، ما ادري شو القصة. اوكي نروح على اليمين بعدين سيدة شوي. اوكي هذا هو الميكانيكي على ما اظن. اوكي فوت لهون. شلون نفتحه؟ لازم انا انزل افتحه يعني؟
ايوه والله. طيب ندخل لشوف لجوا. طيب حلو، طفي السيارة لشوف. تولز تولز يمكن فيها هذول التولز. طيب اللي موجودة هي سعرها 305 تقريبا 350. طيب نجرب هون بالله مرة تانية. هي ايوه اوكي، يعني شو الفايدة؟ طيب لازم تكون بقلب عند الميكانيكي يعني ولا شو؟ خلينا نطلع مرة تانية لبرا نجرب. بدي اجرب انا، مثلا نطلع على برا لشوف طفية. طيب معقول ما طفيتها انا لما دايما اجرب؟ معقول ما طفيتها؟ خلينا نجرب والله. شغل اياها. طيب هيك الطريقة شغالة. شلون ما اشتغلت هنيك؟ شلون ما اشتغلت على الطريق؟ يعني ما بعرف، غريبة والله القصة. فيكس فيكس. طيب يلا فيكس. والله غريبة، ما كانت عم تشتغل قبل شوي. خليني اشتري عدة تصليح تانية مشان نصلحها كلها. طيب عدة تصليح هي التالتة ليفل 3، راح تشتريها. نعمل بهالطريقة. اوه شو هذا؟ تحكم على اساس بس ما في تحكم ولا شيء. حط لي اياها هون. ايوه اوكي بس. طيب تمام 100% هيك صارت السياره. بس والله مستغرب ليش ما اشتغلت لما كنت على الطريق. ما ادري والله الصراحه، ان كانت معلقه ولا مقلتشه ولا والله ما ادري. المهم خلينا نطلع من هالمكان هاد. وصارت الدنيا ليل. والله حلوه المدينه صارت بالليل، ما ادري ليش المدينة صارت حلوة بالليل. شو شلون ما أحلاها، الشجر، السماء، البحر، والله حلوة والله. طيب وقف هون خلاص، هاي اشتغلنا شوي وعرفنا شلون طريقة هذا الشغل. طيب يا شباب على العموم هاي كانت حلقتنا لليوم. طفي الأضواء لو سمحت. أوكي بتمنى الحلقة عجبتكم. إن شاء الله بالحلقة الجاية رح نبدأ الشغل الصح، يعني رح نروح نجيب تولز مبكاكس وما بكاكس واكس ومدري شو، وكمان نحاول نجمع شوية موارد من هذا المكان، من هدول الاماكن هاي الحجار، ونشوف يعني شلون بنقدر نشتغل فيه هون. بس اول شيء رح احاول اساوي التولز بنفسي، يعني ما رح اشتريهم من عند السوبر ماركت. ايوه اي واحد كان يبيع التولز هاد ولا لا؟ لا معلم كان في واحد يبيع تولز، مدري اي واحد والله، يمكن هاد. انت في سوبر ماركت بتبيع شو اسمه التولز، بس نسيان اي واحدة والله الصراحة. ما ادري في يا هي يا اللي هون، واحدة منهم بس ما عم يفتحوا، ما ادري ليش ما عم يفتحوا. المهم ان شاء الله بالحلقة الجاية راح احاول انا اساوي التولز بدل ما اشتريهم من السوبر ماركت. اول شيء يمكن نشتري تولز واحدة اللي هي بيكاكس مشان نجمع الاخشاب ونجمع الاحجار. فان شاء الله بالحلقه الجايه يا شباب راح نجرب هالاشياء هاي. لهون بتكون خلصت حلقتنا لليوم. اتمنى الحلقه عجبتكم، لا تنسونا من اللايك والاشتراك بالقناه وتفعلوا زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. كان معكم اخوكم معاذ او عزتيكو، والسلام عليكم.